ايه يا ماما، مش هنفطر ولا ايه؟ اه اصبر بس، اختك زمانها جايه وهنفطر كلنا سوا. ايوه طب واحنا نربط نفسنا بيها ليه؟ ما لما تيجي هي تبقى تفطر براحتها. لا ما انا مش شغال عندكم، اقوم اسخن لكم الاكل مرتين. اصبر اختك طالعه دلوقتي وهناكل كلنا سوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله على السلامه يا اختي. اهي جت بتاعت سنه وعام، ممكن بقى ناكل ولا ايه؟ ايه ده شويه، ها ايه ده شويه. الحمد لله على السلامه يا اختي، طمنيني عليك، عملت ايه في امتحان النهارده؟ الحمد لله يا ماما، جبت 17 من 20. احنا لسه هنرد عليها نقول لها انت جبت كام، وهي ترد عليكي تقول لي جبت كذا. احنا نحل مشكلتك ونحل مشكلتها وتولع مشكلتي انا الاساسيه اللي جايه عشانها. بقول لك انا جعان يا ماما. يلا. هو انا مش قلت لك اهدى شويه؟ هو ده القرار اللي انا كنت مستنيه. انا داخل بقى الاوضه ايه، استناك لحد ما تخلص الاكل براحتك، ما تستعجليش نفسك يعني. وانت يا اختي يلا على جوه غير عقبال لما اجهز لكم الاكل. ايه يلا بينا نلعب لنا جيمين بابجي. قشطه عليك يلا بينا. يا لهوي انا عارفه مفيش غيرك اللي هيفشلني البت. ولا انت مالكش دعوه بيها خالص، انت سامع؟ انت حلو امي يا بتاع بابجي، انت قومي يلا عشان تشوفوا مذاكرتك. يا ماما هو فيها ايه يعني لما اريح شويه؟ ما انا لسه جاي من الدرس شويه وهبدا. لا يا حبيبتي تريحي تخشي تنامي، مش تقضيها لعبه على التليفون. خلينا نخلص عشان تعرفي تقومي تذاكري ونعدي السنه دي على خير. خلي ربنا يكرمك وتجيبي مجموع حلو كده وتخشي كليه هندسه. وايه الهندسه؟ انا قلت هتخش طب يعني هتخش طب. وانا قلت هندسه يعني هندسه. هندسه وطب من ادبي. وايه كمان؟ امك وابوك بيمشوا الكليات على مزاجهم. انا مش عارفه في ايه. لا وبيكرروا مصيري كمان، انا هبقى ايه من غير ما ياخدوا رايي اساسا؟ يا بابا يا ماما، هندسه ايه وطب ايه؟ انا ادبي مش علمي. يا ادبي يعني ايه؟ مش هتخش هندسه ولا هتدخلك طب؟ امال هتدخل ايه دي؟ دي بتدخل يا بابا كليه اثار، كليه اعلام، حقوق او تجاره كده يعني يا بابا. كليه اثار. حلو اثار دي، تبقى زي حواس كده، فلوس برضه. لا تبقى اعلاميه، تبقى زي عمرو اديب كده وتكسر الدنيا. وايه الاعلاميه؟ انا قلت كليه اثار يعني كليه اثار. وانا قلت اعلاميه يا حاج. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. امك وابوك حاطين امل فيها جامد، او ما يعرفوش ان امل ماتت اصلا. طيب هي شكلها طالبه بينكم خناقه، انا داخله اذاكر بقى. وفي الاخر وبقابلوني لو مجموعه جاب كليه سباكه قسم خراطيم، وهتشوف ما انا مجرب قبلها. ليه وانت فاكرها زيك يا فاشل؟ يلا انا داخله اشوف اللي ورايا. ايوه خش المطبخ اهو شوف ايه اللي وراك. معروف هو ده اخركم، مجموعكم بالكتير يجيب كليه ست بيت قسم مطابخ. سمعتك قسم مطابخ. ها يا موكوس يا ابني الموكوسه. شكرا. يلا بينا احنا يا حاج نلعب لنا جيمين بابجي. ما انا بقول كده برضه. يلا بينا نلعب. يلا بينا. استغفر الله العظيم يا رب. سنه معايا مصر وزيت. ليه انا عمال سنه معايا؟ ما انا كده كده هتنيل وهتجوز وهقعد في البيت معززه مكرمه. مش فاهم انا ليه بقى اتمرمط كده وانا صغيره؟ المفروض اقضيها مع الشباب. عملت لك كوبايه شاي تظبط دماغك كده وانت بتذاكر. يلا حبيبتي ربنا معاك. ايه ده؟ ايه يا ماما ما عملتش حاجه والله، والتليفون بعيد عني اهو. هما دول الملزمتين اللي قدامك اللي انت عماله تذاكري فيهم؟ ده ابن خالتك قدامهم ملازم قد كده. يا دي ابن خالتي اللي طالع لي في الضغط يا ياسمين ام السر. ماما هو احنا ممكن مالناش دعوه بحد ونخلينا في حالنا؟ احنا لسه بنبدا، لسه المدرسين بتسخن، ما تلاقيش كلها اسبوع وهتلاقي الملازم مترصصه كده. اول ايه بس وبتاع ايه يا شيخه؟ لا 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 ما ينفعش معايا الكلام ده، انا عندي الحل. استني بس. الحل ايه ده يا ماما؟ خدي هنا يا ماما. انت رايحه فين يا ماما؟ استغفر الله العظيم يا رب، رايحه فين دي؟ سكي يا بنت، خدي مني كده. سكي كده بس. هما دول بقى عايزك تمسكيهم ايه، تدعكيهم كده، عايزك تطلعي من الاوائل. يا نهار اسود، ايه يا ماما كل الملازم والكتب دي؟ نهار اسود جبتيهم منين كل دول؟ بتوع ولاد عمامك. ما هما طبعا السنه اللي فاتت كانوا في ثالثه سنه، ورحت جاي واخدهم منهم على شويه من ام ايمن. ما هو ايمن السنه اللي فاتت كان في ثالثه برضه، جبتهم لك. يلا انت بس الجدعاني وخلصيهم وانا اجيب لك غيرهم. يا ماما هو اي حاجه مكتوب عليها سنه وعام تجيبها لي وخلاص اذاكرها؟ هو في انت فاهمه سنه وعام غلط خالص على فكره؟ هو مش ممكن المنهج يتغير يعني ولا ايه؟ يلا يا اختي بلاش دلع، مش هستنى ابن خالتك لما يجيب درجه اعلى منك. هو احسن منك في ايه؟ برضه هتقولي لي ابن خالتك؟ يا دي ام ابن خالتي اللي طالع لي في الحظ دوت. هو في ايه يا ماما؟ وبعدين ايه ده؟ بغل العربي، تمسح الانجليزي، عقرب الفرنساوي، ايه حضرتك الحيوانات اللي انا قاعده فيها دي؟ طيب حاضر يا ماما هذاكرها. ممكن بقى تطلعي تخلينا اذاكر؟ رد وهتذاكري برضه. يلا يا اختي بلاش دلع. ايه ده؟ ايه اللي جاب الحيطه دي هنا؟ معلش الباب اتحرك شويه، ده حتى الباب معترض على كلامك. الباب يمين شويه يا ماما. لا والله انت تعرفين الباب فين؟ ما انا عارفه يا اختي. اقعدي انت بس ذاكري، ما تشغليش نفسك باي حوار عشان ما تذاكريش. لا ده انت باب رخم بقى وعايز تتربى بقى من اول وجديد. في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ لا حول الله يا رب، حتى الباب ما سبتوش في حاله.
انت غبي يلا ادينا موتنا. ما انا عمال اقول لك ارمي سموك من بدري. ما هو الواد التاني بابا كان جالي من الناحيه التانيه حصروني في النص، اعمل ايه يعني؟ ايه في ايه؟ الصوت البنت بتذاكر جوه مش عارفه تذاكر. اهو اتفضلي الحيوان عمال يلعب ومعلي الصوت، عمال اقول له يا ابني وطي الصوت يا ابن اختك عماله تذاكر ولا هو هنا. لا يا راجل، امال مين اللي كان بيساعد دلوقتي عمال يقول ارمي القنبله اللي سموك؟ امي؟ امك يا تربيه زباله اللي ما تربتش. هو في ايه بقى؟ هو انا ملطشت البيت ده ولا ايه؟ ما تتكلم يا حاج شويه. مش عاوز اسمع صوت حد خالص، اختك جوه مقطعه نفسها مذاكره، عارف بس لو قلت لي مش عارف اركز هاجي وازعلك انت تاني. ماشي وابقى افكرك يوم النتيجه بقسم المطابخ. ها وهتشوفي. ماشي منور يا حاج، ده انا وشي ورم من كتر الضرب. ذاكري يا بت يا دي النيله. بذاكر اهو. يا ما كتاب ده ولا مش كتاب ولا تابلت ده بالنسبه لك ولا ايه؟ في عندك؟ سايبه المذاكره رايحه فين؟ ايه يا ماما في ايه؟ داخله الحمام بلاش؟ الحمام ماشي، بعد كده هيبقى بمواعيد على فكره. ها وفين تليفونك؟ جوه اهو يا ماما، مش معايا والله. ماشي، وان شاء الله اول لما يجي ابوك هنشوف موضوع الحمام اللي هيتعمل لك في الاوضه دي، عشان تبقى مذاكرتك واكلك وحمامك وميتك كل حاجه في الاوضه جوه، ما تطلعيش منها تاني بعد كده. يلا على جوه، انا واقفه لك اهو ماسكه لك الساعه عشان اشوف اتاخري قد ايه. استغفر الله العظيم يا رب. الله يخرب بيت، دي ثانويه دخلتها تبقى قاعده في سجن، انا هموت لك نفسي قريب ان شاء الله. يا ابني والله ما كانتش مترتبه، ده احنا كنا قاعدين عادي قاعده عاديه بتاعتنا زي كل مره، ومره واحده كله قال يلا 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 في ثانيه كله جاهز ويلا بينا. يا ابني وطي صوتك واختك بتذاكر. حاضر يا ماما. المهم طيب هتيجي معانا المره الجايه ولا هتعمل حاجه زي كل مره وتعمل لك حوار وتقول اصلي مش عارف ايه حصل لي وايه اللي جالي؟ اللهم طولك يا روح. يا ابني وانا بكلم نفسي وانا مش بقول لك وطي صوتك واختك بتذاكر؟ ياسمين امي على اخته الثانويه. حاضر يا ماما حاضر. يا ابني كمل وبعدين. لا كداب هو قال لك. يا نهار اسود. لا ده انت الذوق مش نافع معاك بقى، هو انا مش بقول لك وطي صوتك. شكرا. طيب يا اسطى سلام، انت دلوقتي بكلمك بعدين. سلام. وادي التليفون، يا رب تكون ارتحت كده. بقول لك يا ماما انا داخل انام عشان انا مش قادر اذاكر تاني، هبقى اكمل بكره بقى. يلا تصبح على خير. ماشي يا حبيبتي وانت من اهل، وانا كمان اخش انام معاك، هو الوقت اتاخر اصلا. يلا. الله، ايه يا حاجه في ايه؟ عمال تطفي في انوار الشقه ليه؟ ما احنا بنتفرج على التلفزيون. في ايه؟ ايه يا حاج في ايه؟ البنت داخله تنام وانا مش عايزه حاجه تقلقها، النور ده هيقلقها، انا عايزاها تنام براحتها عشان تصحى تشوف مذاكرتها. النور هيأثر عليها. الله يخرب بيت الثانويه يا زفت. اقول لك الحاجه يا ماما، انا داخل انام عشان ترتاح، يا رب كده تكون ارتحتي. يبقى احسن برضه، وادي التلفزيون اهو، يلا كله يخش ينام. ولا انت عندك مانع يا حاج؟ لا مانع ايه؟ ولا مانع ولا غيره، يلا بينا ننام، حتى النوم بدري صحي برضه. الله يخرب بيت الثانويه زفت. استغفر الله العظيم يا رب. يا ابني انت بارد، اختك اتاخرت قوي، عمال ارن عليها تليفونها مغلق. يا ماما تلاقيه فصل منها شحنه ولا حاجه وزمانها جايه دلوقتي. فصل ايه بس؟ وحتى لو فاصل هي اتاخرت قوي، المفروض ان هي بتخلص درس الساعه 5، عقبال لما تركب عربيه وتيجي هنا تبقى 5:15، الساعه بقت 5:30 ولسه ما جاتش لحد دلوقتي. يعني انت عامله الحوار ده كله عشان اتاخرت 5 دقايق بس، اما لو اتاخرت ربع ساعه هتعملي ايه؟ يا لهوي، وانا لسه هستنى لما تتاخر ربع ساعه كمان؟ لا انا مش مطمنه، قلبي مش مطمن. قوم يلا بسرعه نروح لها الدرس دلوقتي. يلا. سنين ام السودا، ما انا كنت في ثانوي عام يعني ما كنتش بتعملي كده. انت بترد بتقول ايه؟ لما اقول لك تقوم تلبس يبقى تقوم تلبس. هو انا اتكلمت؟ جاي اهو جاي. طب بقول لك ايه، ما تجيبي نمره المدرس يرن عليه من عندي كده يمكن يرد. السلام عليكم. فاتحين الباب كده ليه؟ انتوا خارجين ولا ايه؟ لو خارج يا ماما قبل ما تنزلي، انا جعانه قوي، سخني لي اكل الاول. اهو اتفضلي. جاي اهم على كرشها دي اللي انت قلقان عليها؟ ده انا بخاف على نفسي لما بقعد معاها لوحدي. الحمد لله على السلامه يا اختي. ايه اللي اخرك كده كل ده؟ كل ده ايه يا ماما؟ ده هما اللي اتاخرتهم 5 دقايق عشان ما كانش في عربيات، عقبال لما لقيت عربيه وركبت وجيت. طيب ده التاخير، بالنسبه لتليفونك اللي عمال ارن عليه ده مغلق ليه؟ التليفون اهو فصل مني شحن وانا جاي في الطريق. اهو زي ما قلت لك فصل شحن مني عشان بعد كده تبقي تسمعي كلامي. ما قلت لك اسكت انت احسن لك. هو في ايه بقى؟ على فكره هي اللي اتاخرت مش انا، ده ايه ده؟ فصل شحن؟ عارفه ليه؟ عشان ما بتسمعيش الكلام، عشان بعد كده لما اقول لك تشحني التليفون قبل ما تنزلي تسمعي الكلام يا بنتي، جزمه. شكرا، انا داخله اغير بقى ماما عقبال لما تجهزي الاكل براحتك يعني.
ايه اختك بتذاكر وقت التلفزيون شويه وبقى ما انت عايزه مني ما تمامش طب اسيب لك الشقه اشوف شقه تانية طيب يعني ولا ايه انت كل شويه وقت حصتك عشان اختك بتذاكر وقت النور عشان اختك هتنام ما تتحكش عشان اختك بتذاكر ودلوقتي وقت التلفزيون عشان اختك بتذاكر ولا كاننا قاعدين في عزا هو في ايه يا ماما مش كده يعني ما كانتش ثانويه يعني اللي هتعمل فينا كل ده وفي الاخر يعني هتطلع عالمه يعني تطلع عالمه ان شاء الله انت فاكرها فاشله زيك عالمه قصدك عالمه في شارع الهرم ان شاء الله هتشوفي والبيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر ولم المتاخر رش الملح سبع مرات ايوه سبع مرات والعادي هيبقى في ليلتك المهببه الله والحقيقه انشراح على مستقبل العيال اللي راح يا طب يا عار انت وهي جايلك بتاع شارع الهرم حاضر اصبري عليا كله منك انت انت السبب عايز تفشلها زيك لا انا تعبت والله من كتر ضرب الشبشب ده هو كله ضرب ضرب مفيش شتيمه والله يا ابني ده انا تعبت لك والله تعاليلي يا ام المتاهر رش الملح سبع مرات صح تعاليلي بقى ايه دي ايه دي هفهمك والله يا ماما احنا بنفك خمسه فرفشه يعني ايه دي كده طب ما انا اهو عايزه تفرفشي فرفشي معايا ده احنا هنفرفش فرفشه تعاليلي مريت اتاك عاملين ايه طبعا شكرا جدا على المشاهده اتمنى رب يكون الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك عايزين نوصل الفيديو ده اكبر عدد من اللايكات ما تنسوش احنا وصلنا 50000 يلا شد حيلك كده عايزين نوصل 100000 قريب وانتوا قدها عشان اللي جاي كله دمار طبعا دمار الدمار مش شايفين الدمار ايه ده انت مين اللي اذلك انك تتكلمي انت اللي قلت لها يا حاج لا والله يا حاج انا ماليش دعوه بالموضوع ده انا ما قلتلهاش تتكلم اصلا يعني من دماغك انت الذوق شكله مش نافع معاكي تعالي لي بقى